ما دام المي موجوده احنا بألف خير. لو فيش عندنا مي في الوضع اللي احنا فيه اليوم كان وضعنا بيختلف تماما، يعني كان معاناتنا اكثر. احنا كنا قبل ما تيجي الشبكه هذه كان عندنا يعني بيار، بس بيار بسيطه يعني ما كانت تعطينا الكفايه لطول السنه، فكنا نجيب التناك. بقى شوفير التنك يتغلب من الطريق على اساس بقت الطريق صعبه جدا. تنك ال 20 كوب كان يكلف 350 شيك ثلاث اربع ايام بس. في اول ما اجانا المي وصار التركيب يمكن اسبوعيا كانوا مرتين ثلاث الاحتلال يترددوا على شبكة المي ويحفروا في الارض يدوروا على البرابيج ويقصقصوها يوم يوم. من يوم اشتغلت الشبكة لليوم ما عانينا ولا يوم من قلة المي. هذا اكبر نعمة إنا، وهذا اكبر تثبيت إنا في المنطقة، لانه المي عنصر رئيسي وخاصة نصف ايام الصيف. لكن اليوم الحمد لله رب العالمين المي متوفرة يوم يوم موجودة، ما في معاناة زي زمان. كل الأشياء اللي احنا بنشتغل فيها، الإنتاج اللي بننتجه من المواشي ألبان وما ألبان وكله كمان بده مي. صرنا نزرع يعني حوالين الدور ونسوي ونقيم وحط، برضه كمان المي لها أهمية. شجعتنا المي اليوم على إنه الأرض المفتوحة والأرض اللي حوالين دورنا ما بقينا نقدر نسوي فيها إشي، اليوم بنزرع